السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. إذا ليكسير باج 111، ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى السادس. إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذا غادي نجاوبوا على الأسئلة ديال بوندون لا ليكتير. إذا غادي نبداو بسؤال رقم واحد. كومون بوتون فابريكي دو ليكتريسيتي. إذا نمشيو النص نقلبوا على الجواب للسؤال واحد. دونك اون بوتيتر فابريكي ليكتريسيتي بوتيتر فابريكي ا بارتير دو دو سورس دينيرجي، لي زينيرجي فوسيل اي لي زينيرجي رينوفلابل. إذن السؤال رقم واحد هذا هو الجواب ديالو. دونك كومون بوتون فابريكي Donc, on peut fabriquer l'électricité à partir de deux à partir de deux sources. Deux sources d'énergie. ADRAN, deux sources d'énergie. Les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Deux sources d'énergie, les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Sur rakm jouj. Actuellement dans le monde d'où provient l'électricité que nous consommons. Et de l'yom, m'nin kadji had l'électricité li kanselko. Et de n'ramchi un nos. Donc, actuellement dans le monde, l'électricité que nous consommons provient essentiellement du charbon et du gaz. إذن كتجي من الفحم ومن الغاز. الغاز. Donc, il provient. La l'électricité que nous consommons provient. إذن نديرو غير il. أنا غنكتبها il provient. Il provient. Du charbon. Il provient du charbon et du gaz. Quelles sont les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables proviennent de phénomènes naturels. للمصادر ديالها طبيعية بحال لو سولاي الشمس، لو فون الرياح، لا شالور دو لا تيغ، لي موفمون دو لو حركة المياه، لي ماري سون دي سورس دينيرجي، لي ماري هما الأمواج.
Donc, quelles sont les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables. Donc, ce sont des énergies ce sont des énergies qui proviennent de phénomènes qui proviennent du phénomène naturel. Naturel. Les pays, le vent, le soleil, etc. Pourquoi les énergies renouvelables sont-ils considérées comme inépuisables? Idem, les énergies renouvelables inépuisables. كاين ايبويزابل والضاد ديالها هي انيبويزابل. شي حاجه اللي ايبويزابل هي شي حاجه اللي كنستهلكوها تقدر تسالي، بالنسبه انيبويزابل ما تقدرش تسالي. اذا علاش كنقولوا بانهم سوسون دي زينيرجي انيبويزابل؟ كيسيون نيميرو 4. اذا كنقولوا كار leur renouvellement le renouvellement et naturel et rapide. Il est naturel. Et rapide. Il y a un renouvellement naturel et rapide. Il y a un juge de l'ambassadeur. Il y a un juge de l'ambassadeur. Les énergies renouvelables, il y a le carabas, le kijim de chems, le riyah. ومن الحركة ديال المياه. لي زينيرجي فوسيل النوع الآخر اللي كيكون مستهلك بحال مثلا الكربون أو الغاز. إذا لي زينيرجي رونوفلابل المصدر ديالها مثلا الرياح ولا الشمس، إذا كيكون التجديد ديالها طبيعي. إلا استهلكنا الشمس اليوم غدا غادي نفيقو غادي نلقاو تاني الشمس. إلا استهلكنا اليوم الكربون الشاربون لو شاربون اللي هو الفحم واحد الوقت غادي يسالي. داكشي علاش كنقولوا لا سورس دينيرجي فوسيل او انيبويزابل. كنقولوها لان مثلا الشمس راه ديما عندنا الشمس، واخا نستهلك كل يوم الطاقه الشمسيه غدا غتكون عندنا طاقه شمسيه جديده طبيعيه، التجديد ديالها طبيعي وسهل وسريع. كومون فواياج اي سيركيل الكتريسيتي. اذا الالكتريسيتي كيفاش كتنتقل من المكان اللي كنصاوبوها فيه حتى عند المستهلك للدار ديال الشخص ولا. دونك il voyage. اذا الالكتريسيتي il va voyager sur le réseau électrique composé de réseaux de transport. اذا هادوك الاسلاك ديال الكهرباء هما لو ريزو الكتريك كيتسمى بحال ريزو دو ترانسبور. اذن نمشيو نكتبو الجواب الفوياج سير لو ريزو الكتريك. 5 الفوياج سير لو ريزو الكتريك. il voyage
sur le réseau électrique. نمشيو لهاد الستة، نمشيو السؤال رقم ستة. أكوا كومبارتون لو ريزو إلكتريك؟ إذا باش كنقارنو هذاك الريزو إلكتريك، إذا كنقارنو بواحد لو ريزو روتي، أن ريزو دو ترونسبور دو إي دو ديستريبيسيون. إذا هو هذا، إذا كنقارنو هذاك الشيما، هذاك الريزو ديال فاش كيمشي الكهرباء، بريزو إلكتريك بريزو دو ترونسبور، يا دي دو ترونسبور. Donc on le compare ça. On le compare à un réseau routier, à un réseau de transport ou à un réseau routier. إذن هذوك الأسلاك فاش كيمشي الكهرباء راه بحال الطريق. نمشيو ل جولي جيكري، كيل سون لي دو تيب دو سورس دينيرجي. إذن كيما كتبنا قبيله، فعندنا دو سورس دينيرجي، كاينين لي زينيرجي فوسيل اي لي زينيرجي رينوفلابل. إذن هما هادو اللي عندنا في لي سو تيتخ. إذن لي دو سور، كاينين لي زينيرجي فوسيل و لي زينيرجي رينوفلابل. لي دو تيب دينيرجي، كاينة قلنا لي زينيرجي فوسيل، les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Renouvelable. D'où proviennent les énergies renouvelables? Et d'un linkage les énergies renouvelables, et d'un kimesh nogwila, fayehat le bleu l'ahmar, phénomène naturel, le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les mouvements de l'eau et les marées. Et d'un kidji masader tabiria. ومتجددة. إذن دي السولاي، دي السولاي هنا كنهضرو على لينيرجي سولير اللي هي الطاقة الشمسية، دي فون طاقة الريحية. إذن هادو راه سبق لنا قريناهم في النشاط العلمي. دو لا شالور، دو لا شالور دو لا تيغ، إذا من الحرارة ديال الأرض. دي موفمون دو لو، دي ماري. إذن كاين المصادر بزاف. إذن هنايا بركة. كومون ليليكتريسيتي اريفتيل دو لوندغوا او الي برودويت؟ إذن كيفاش كتجي الكهرباء من المكان اللي تصاوبت فيه، مثلا في السد، ولا في شي بلاصة اللي فيها الطاقة الريحية، ولا شي بلاصة اللي فيها الطاقة الشمسية، ا سولوي
نو لا كونسومو، المكان فين كنستهلكوها. اذا الجواب راه ديجا سبقنا شفناه، il voyage، اذا هو هذا اللي باللون الاخضر، il voyage sur le réseau électrique. Donc, il va voyager. Il va voyager sur le réseau électrique. Composé des réseaux de transport. Composé des réseaux de transport. Et des réseaux de distribution. إذن ملي كنشوفوا أسلاك الكهرباء مثلا كنا في شي جبل، كيبان لنا دوك الأسلاك ثلاثة اللي كيكونوا ثلاثة معرين، هذاك هو لو غيزو دو ترونسبور، هذاك الطور ديالهم هو كينقلوا الكهرباء. وكاين الغيزو دو ديستريبيسيون، هو ملي كنشوفوا دوك الأسلاك اللي كيكونوا مثلا وسط المدينة ولا دوك الأسلاك المجوين، هذاك هو لو غيزو دو ديستريبيسيون. دونك ليليكتريسيتي إل فا فواياجي سيغ لو غيزو إلكتريك، كتسافر في هذا الغيزو إلكتريك. وهذا الغيزو الكتريك فيه جوج، كاين غيزو دو ترونسبور وكاين غيزو دو ديستريبيسيون. اذا نمشيو ل شوازي، اذا هنا شوازي ان باساج دي تيكست بريبار لو بور لو لير ا هوت فوا، غتختار واحد الباساج من التكست وغتوجدو باش تقراه. اذا نمشيو للسؤال ابخي لا ليكتير، Comment peut-on économiser les énergies pour les protéger? Donc, kifach yemkin lina nqtasdo taqa bach nhafdo alayha. Idan bach nqtasdo al taqa, idan nqolo pour économiser de l'énergie. Idan chno khassna ndiro de l'énergie il faut. اذا اش خصنا نديرو باش نحافظو على الطاقه؟ il faut، اذا غادي نكتب على شكل عوارض. دونك il faut اول حاجه utiliser des ampoules basse consommation. اذا اذا نستعملو هذوك البولات الاقتصاديه. utiliser des ampoules basse consommation. إذا البولات الاقتصادية كيتسموا لي زومبول باس كونسوماسيون. الجزء الثاني اتندغ لي زاباراي الكترو ميناجي، إذا خصنا نطفيو هادوك لي زاباغاي إلكترو ميناجي. إتاندغ لي زاباغاي إلكترو ميناجي. اتنغ لي زاباري الكتروميناجي بحال مثلا التلفازه اللي كنا ما كنستعملوهاش، الاجهزه المنزليه بصفه عامه اللي ما كنستعملوهاش نطفيوها. ايتيليزي اذا خصنا نستعملو اجهزه الاستهلاك ديالها ضعيف. ايتيليزي دي زاباري افيبل كونسوماسيون،
الفيبل des appareils à faible consommation. إذن كاينين بزاف، نتوما تقدروا تزيدوا شي حاجة، اللي عارف شي حاجة أخرى يخليها لينا في التعليق، يكتبها لنا في كومنتار، حنا غادي نشوفوها صحيحة وغادي نجاوبك. نمشيو ل جومي فالي. Donne le nom de deux énergies fossiles. Les énergies fossiles, et donc taqat li المصادر ديالها ماشي متجددة. إذا عندنا لو شاربون اللي شفنا في النص، مثلا غنقولوا لو شاربون اللي هو الفحم، لو بترول المصدر ديالها مثلا البترول، تا هو كنقدروا نستخرجوا منه الطاقة، بترول كاين الغاز كما شفنا في النص، لو شاربون سي اش. Donne le nom de deux grands barrages marocains. إذن باراج السدود المغربية، خصنا نعطيو أسماء ديال جوج ديال السدود المغربية. علاش؟ لأن السدود المغربية تا هما كينتجو الطاقة الكهربائية المائية، اللي المصدر ديالها الماء. إذن كاين السد اللي مشهور هو بين الويدان، نكتبو هنايا بين الويدان، إذا كاين سد بين الويدان، كاين سد المسيرة، المسيرة دوزيس هادي رئيس، كاين سد الوحدة لو باراج الوحدة، كاين بزاف. إذا حنا كتبنا جوج كما طلبوا منا. ثلاثة، لو ماروك a construit une centrale solaire appelée Nour Ouarzazate. بوكوا؟ إذا المغرب دار هذاك مركز نور، لو سونترال نور اللي كاين في ورزازات لإنتاج الطاقة. إذا بوكوا؟ بور برودوير دو ليكتريسيتي، بور برودوير دو ليكتريسيتي. أربعة، دو بروفيان لي زينيرجي رينوفلابل. إذا من كتجي لي زينيرجي رينوفلابل؟ دي فينومين ناتوريل، إذا كتجي من المصادر ولا الظواهر الطبيعية. دي فينومين ناتوريل بحال الرياح، إذا نمشيو السؤال خمسة. تخوف دو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دون لو تاكس. إذا كاينين بزاف السؤال خمسة، إذا غادي نكتب أنا جوج كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. كاينة فيغ لي ليو دو كونسوماسيون، دونك كنطرحو السؤال بأو، فيغ لي ليو de consommation au Kenya le long de deux grands axes, le long de deux grands
اكس Soline, le radical est entoure le suffixe de deux mots dans le texte. Et dans le radical, on va dire la kalimat li fihom suffixe. On va dire le radical. Et dans adna matelan électricité. Et dans nas badib électricité. Souligne le radical et entoure le suffixe. L'électricité. L'électricité, le radical de l'électrice. On va dire T. Le radical fabriqué à partir de deux sources d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Il a renouvelé le radical fait à able suffixe qui est difficilement via le radical ou dit au moins ou suffixe. Donc, il y a bzaf ala hna dart tlata ntum kaina consommation kaina consomma au le radical suffixe li huwa sion. Kaynin bzaf النص ntum تقدروا تقلبوا على وحدين اخرين ولا تكتبوا جوج من هادو طالبين جوج في السؤال. إذن شكرا على مشاهدتكم، ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.